وللحديث حول الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق وانعكاساتها على المواطنين العراقيين وخاصة في مواسم العيد، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو. مرحبا بك معنا دكتور، كل عام وأنت بألف خير. كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله. دكتور، مع حلول عيد الأضحى تكاد أسواق العراق ولا سيما سوق مثل سوق الشرشة في بغداد يخلو من رواده، إلى أي مدى أثر التضخم الموجود في العراق على الأسرة العراقية مع دخول موسم العيد؟ حقيقة منذ اتخاذ قرار تخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار ولغاية اليوم نلاحظ أن هناك ازدياد في التضخم في الأسعار إضافة إلى عوامل دولية وإقليمية أيضا، ولكن في العراق حقيقة هناك جملة من العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار نتيجة للاعتماد الكلي حقيقة على الإيرادات النفطية فقط، أي عدم وجود أي شكل من أشكال الإنتاجية غير النفط، ولذلك نلاحظ انعكاسات ارتفاع أسعار المواد بكل أشكالها في العراق تخفيض قيمة الدينار العراقي، ولغاية اليوم نلاحظ التضخم ينتاج عالميا. نعم طبعا هناك جملة عوامل. طيب دكتور معذرة يعني لسوء الاتصال أو الصوت من المصدر على ما يبدو، اسمح لي أسألك في حديثك عن الدينار العراقي، هل أثر خفض قيمة الدينار على هذا المشهد الذي رصد في سوق في أسواق العراق بصفة عامة؟ نعم، نلاحظ أن من كان يتقاضى مبلغا يقدر بحدود حوالي مليون دينار عراقي تم تخفيض ذلك بالقرار هذا الى ما لا يقل عن 25% من ايراده الشهري، وهذا ينعكس على احتياجاته ومتطلباته بالقيمه المتبقيه من راتبه الشهري، فكيف لما يتقاضى 500,000 نلاحظ حسب وزارة التخطيط لاحظ هناك معلومة جديدة أطلقتها وزارة التخطيط أن من يتقاضى في الدرجة الخامسة من الموظفين بدون يعتبرون حاليا مع التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الدينار العراقي يعتبرون تحت خط الفقر أو بالاحرى فقراء حاليا، وهؤلاء نسبتهم لا تقل عن 40%، ولذلك نلاحظ نعم تعاني العائله العراقيه حاليا من عدم تمكنها من توفير متطلباتها ومستلزماتها. تمام. العيد، هل تعتقد دكتور بان هناك تدابير حكوميه من اجل مواجهه هذه الاثار الموجوده الان في السوق؟ لم يحصل ذلك، وانما يتحججون بان انعكاسات واثر كورونا 2020 حتى نهايه 2021 نلاحظ سواء وزاره الماليه او التخطيط او بالاحرى برنامج رئاسه الوزراء نلاحظ ان اي شكل من اشكال عمليات الدعم خصوصا اصحاب الدخول المحدوده او الذين يعتمدون نعم. على قوه العمل في الشارع العراقي لتحصيل قوتهم اليومي، لاحظ لم يكن هناك اي شكل من اشكال الدعم، كما لاحظنا في ازمه البنزين، يعني نلاحظ ان البنزين المدعوم تتم عمليه تهريبه وسرقته والعمل على بيعه باسعار اعلى. نعم. وهذا أثر بشكل أو بآخر على دخل المواطن خصوصاً نعم. الذي يعتمد على قوته اليومي. نعم، ليس ذلك فحسب دكتور صباح، إنما
بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قال هذا البرنامج أن العراق من بين 20 دولة أكثر تضرراً من ارتفاع الأسعار. والسؤال هنا، كيف يمكن قراءة هذا التصريح وهذا الترتيب للعراق بين هذه الدول العشرين وهو بلد يسبح على بحر من النفط؟ رغم ذلك حقيقة أن الدول الريعية التي تعتمد بشكل أو بآخر على الإيرادات النفطية، مع وجود موازنة تجريبية تكاليفها عالية، يعني لو نعود نحن إلى 2010 ولغاية اليوم، رغم الإيرادات العالية والفلكية التي دخلت العراق مع ارتفاع أسعار النفط لاحق، لكن بنفس الوقت سنويا تزداد عملية الموازنة التشغيلية بشكل تأكل أكثر من 70% من الموازنة، وهذا حقيقة يؤدي إلى عدم وجود أي شكل من أشكال الاستثمار والتخصيصات الخاصة بإيجاد فرص العمل، توسعها، زيادة في عمليات الإنتاج الصناعي الزراعي المتوقفة منذ 2003 ولغاية اليوم. ولذلك نلاحظ أي ارتفاع أسعار في العالم ستتأثر بها الواقع الاقتصادي العراقي. نعم. يعني نأخذ مثال بسيط على ذلك، أسعار السكر ازدادت بنسبة 40%، أسعار الأغذية بنسبة 27%، نعم، الحليب ومشتقاته 13%، اللحوم 13%، السلع الغذائية الأخرى كلها تأثرت وبهذه الانعكاسات. نعم، لا شك. أشكرك الخبير الاقتصادي من عمان الدكتور صباح علو على ما تفضلت به.